عقد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماعا مع فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة، وما يشهده التعاون المشترك بينهما من نمو وتقدم في كل المجالات، معربا سموه عن تقديره لما يبديه فخامة رئيس جمهورية الفلبين من حرص على دعم هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن زيارة الرئيس الفلبيني لمملكة البحرين ستسهم في الدفع قدما بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، وفي توثيق التنسيق بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به الفلبين في المحيط الآسيوي وبما وصلت إليه من مستويات متقدمة على صعيد التنمية والتطور، مشيرا سموه إلى الإسهامات الكبيرة للجالية الفلبينية في مملكة البحرين في مسيرة البناء والتنمية. وتم خلال اللقاء استعراض التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرئيس الفلبيني عن الارتياح للتفاهم الذي تظهره بعض السياسات لأثار الدمار والخراب على مسيرة التنمية الإقليمية والعالمية، مؤكدين إسنادهما لأي مساع دولية خيرة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وأعرب فخامة رئيس جمهورية الفلبين عن تقدير بلاده الكبير لما يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على تعزيز التعاون البحريني الفلبيني والارتقاء به إلى آفاق ومجالات أكثر رحابة، وأكد اعتزازه بما تحظى به الجالية الفلبينية في المملكة من اهتمام ورعاية من الحكومة. كما أشاد رئيس الفلبين بما تشهده مملكة البحرين من مظاهر نهضة وتطور تعكس نجاح برامج وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.